اسمي مجدي عطية، متزوج بقالي 9 سنين، وربنا أكرمني بفلوباتير عنده 8 سنين، وعندي فادي عنده 6 سنين. 7/7/2013 خرجت من المنزل، اتجهت لعملي. فعودتي من العمل فوجئت إن زوجتي في البيت مش موجودة وأولادي مش موجودين. عدى 24 ساعة ورحت عملت محضر تغيب يوم 8/7، بحثت عنهم ما لقيتلهمش سكة. فوجئت بعد كده ان هي اسلمت، زوجتي اسلمت وغيرت ديانتها من الاسلام من المسيحيه للاسلام، من اسم هناء عبده كامل لفاطمه عبده كامل. تغيب طفلين وسيده لغايه النهارده، محدش النهارده لغايه النهارده عمل حاجه. الامن متواطئ بطريقه وحشه. في ناس شافوها عند الازهر بعد 3 ايام من اختفائها، فقالوا لي احنا شفناها عند، في ناس شافتها عند الازهر، راح اسال في الازهر. رحت سالت في الازهر اللي في اسكندريه، قالوا لي احنا هنا مشيخه تسال على الازهر اشهار الاسلام في القاهره. جيت هنا القاهره وسالت، فقالوا لي هي مسلمه من 27/6. بعد كده فوجئت ان الطفلين يوم 14/9 بطلع شهادات ميلاد للاطفال، طلعوا للعيال الاطفال مغيرين. هي غيرتهم بعد ما هي غيرت، مش في نفس اليوم. هم في الازهر قال لي هي اسلمت، انما الولاد قلت له طب ولادي معاها، قالوا لي الولاد هيفضلوا في حضرتها لغايه سن ال 21 سنه، وبعد كده هم يخيروهم بين الاسلام والمسيحيه. دلوقتي بطلب بعوده ولادي ليا، انا الوصي، انا الولي، انا الولي الشرعي. جميع الاديان بتقول ان الاب هو الاب الوصي والولي الشرعي للاولاد. يوم 14/9 بطلع لهم شهاده ميلاد. رفضت الموظفه بتاعت السجل المدني تديني الشهادات الميلاد، اللي كان ولادك. لاخر نقطه في دمي بدور على ولادي، لاخر نفس في عمري وانا ادور على ولادي.